دي يعني دي نعم. يعني بتبقى بعدها نعم. نتمنى اطرقت نقاط مهمة جدا يا سيد شرف، انه لا زال بعض الناس لسه بيكابروا بيفتكروا انه المرض ده بعيد عندهم يعني نعم. والحكاية دي ما اتصلهم بأي حال من الأحوال، وهم بعاد جدا جدا وكلام بتاع التلفزيون وبتاع فيسبوك أيوه. لكن دكتور العماد بالمقابل شهر واحد لما بدأ الفيروس في ووهان في الصين، وشهر اثنين لما شفنا في أوروبا، وشهر ثلاثة شفنا في الدول العربية، أبريل في السودان، الآن بقى واقع أنا وإنت وأي غير فينا والمصورين الموجودين والمخرجين المشاهدين كل ده بيعرف في حلته أو في حيه أو في فريقه شخص أصيب بالكورونا أو شخص توفي أو بيسمع قريب في الدولة الفلانية. فدي من ناحية بتاعت وعي، يعني لسه في إنكار عندكم أنتم في شغل الوعي السلوكي، بيقول لكم إنه أول حاجة زول بيصل محطة الإنكار، بعد ذاك بدأ يتأقلم، صار التأقلم ده ولا لسه في ناس رأسهم قوي؟ للأسف نحن لحد أسا الناس بيفتكروا إنه ما في كورونا وفي مرحلة بتاعت الإنكار، المرحلة بتاعت الصدمة عدينا، فحاليا في المرحلة بتاعت إنكار إنه حتى ما في دراسة المتعلمين حتى أو حتى الناس النيرين، يعني الفيروس ده بيحصدك وانت ما شعب الله المختار، يعني نحن اصلا ما يعني ولا فرق انت اسود ابيض دكتور مراتي جدا بيقولوا الفيروس مراتي لا يميز بين اي شيء يعني دين ولا عرق ولا ما عنده علاقه في الاخر انت نحن عن الشمس زيت الحراره كم وكذا وبتاعنا المانجا وبتاعنا الجونجليز وكذا ونحن وعندنا كلوركين كلهم الشائعات كمان هي يعني بتلعب دور كبير يعني، وللاسف احنا قاعدين نصدقها يعني يعني بيجوا كمان وبتجي من أهل العلم يعني للأسف. يا ريت المعلومة نحن نأخذها من الناس الأصل مؤهلين عشان يأخذوا المعلومة من المعلومة، أو نأخذها من وزارة الصحة أو من ويب سايت محترف به يعني. فالشائعة هي نفسها كمان بتعلي الحتة بتاعت القلق النفسي وبتعلي الخوف والهلع عند الناس وبتعلي حاجات كثيرة، ونحن الحاجة دي بتأثر في المناعة، يعني نحن عشان نقلل من المناعة بنحاول نخفض حدة التوتر، نحاول نخفض حدة القلق، نحاول لما نقدر نزيد المناعة بنقلل الحاجات دي حقيقي يعني هي الحاجات بتخفض من المناعة. نحن عشان نطمنك نطمن الحذر، يعني ما تطمن خالص يعني انه انت على اساس انه تكون حذر، لكن في نفس الوقت ما تخاف لدرجة انه الهلع وانا حموت وتجيك اوهام وتتوهم حتى المرض احيانا صح. في حتة كده صغيرة يعني الوزن ذاته صعبة شوية عشان الواحد يعمله ويطلع بوعي متوازن الواحد ما حيأذي روحه بس يعني حتأذي الآخرين كمان معك وبتعمد يعني لما تمشي المحلات وتحاول إنك تطلع وما تراعي الحاجة بتاعت الحظر، الحظر ده ما حظر أمني، ما في زول حقدر يقعد، الحظر الصحي عمله عشانك أنت عشان أنت لو قدر ما طلعت برا قدر من الناس المحظورين، الناس اللي قاعدين في بيوتهم، الناس الكبار كبار السن، الناس زي أنت حتكتهم في محك بتاع إنه ممكن إدعادوا منك وممكن يموتوا، حطهم في فتيل طوال حقيقي طبعا. خلينا نحييك مرة ثانية دكتورة نعمات الزبير بشير اخصائي نفسي وسلوكي وتوحد استاذ مشارك بجامعه الرباط الوطني، والسيد شرف الدين العوض هو اخصائي حياه دقيقه والمدير التنفيذي لغرفه الطوارئ الوعي السلوكي، واللي هي شراكه بين الاستراتيجيه ولايه الخطوم والمعلومات مع وزاره الصحه الولائيه. لازلنا مواصلين معكم على الهواء مجموعه من القنوات من داخل المنصه الاعلاميه الموحده لسودان بدون كورونا من داخل دار اتحاد الاطباء في الخرطوم. شرطة نقطة قبل مهمة جدا سيد شرف، اللي هو انه العالم كله يجابي هذا الفيروس، الله سبحانه وتعالى من نعمه علينا رغم نحن في جائحة وكذا، هذا العلاج حتى الآن يعني الكورونا مكافحاتها ما قالوا امشي اشتري الدواء الفلاني ولا امشي للدار الطبية ولا الدواء ما في استوردوه ولا سافر برا، كل الناس مساويين، ما في جواب بيسفر ولا في دولة بيسفرك، العلاج ما مكلف، اللي هو اقعد في بيتكم يعني اللي ما مقتنع بها لسه العلاج الوحيد التباعد المجتمعي، زي ما بعرفين بعضنا هاي الناس بتحافظ على مسافات بينهم وبين بعض، غسيل الايادي، الحياة العامة احنا تكلمنا فيها كثير. يمكن اي مواطن كوني في الكرة الارضية مش في السودان عارف انه الكورونا بتبدا تغسل يدينك لما تلمس اي صح، تلبس جوانتيات كمامة لو كنت حايم، في اختلاف وجهات نظر كثيرة. حتى الان يمكن ما في زي يقدر يبشر بانه في علاج لكورونا، العالم كله شغال، بنسمع بنشوف الاخبار، ادويه في انجلترا، ادويه في امريكا، ادويه لكن حتى العلاج الناجح هو انه نتفادى الاصابه، تتفادى الاصابه وتحاول تركز على تقويه مناعتك بالاشياء المتاحه يعني بالفيتامين سي بالاشياء،
حسب المعلومة الطبية الموجودة المتوفرة يعني. لكن ما في زول بيقدر يقول لك إنه والله لو استعملت جرب تبقى كويس، لو شربت عصير ليمون هذه موجودة مثلا في إطار ما في حاجة اسمها تحفيز المناعة بتاعة الجسم أو تقوية مناعة الجسم. كرية الدم البيضاء بتستجيب أو الجهاز المناعي بتاع البني آدم بيستجيب لمحفزات معينة يعني، بتختلف من زول للتاني يعني. ما بتقدر تقول الشيء الفلاني ده هو بيقوي حسب استجابته يعني. بعدين ده فيروس، يمكن الناس عارفين انه الفيرال انفكشن او الاصابه الفيروسيه ما زي البكتيريات، ما زي المضاد الحيوي بغيره بتعالجه، دي ما دي حاجه ثانيه، دي تتطور يعني كل مره وتتطور عشان كده مستجابته كل مره بيغير في حاجاته. تمام. الخطوره بتاعت انه شيء هو بيستنسخ نفسه جواك، هو اصلا بيكون وجوده في الاسطح الخارجيه. ما انت مثلا ممكن الدواء في اي سطح المسه، وفي قبيل بيقولوا انه هو ما في لقاح بيقتل لكن الصابون العادي بيقتل، ما في دواء ما في مصل لكن الصابون يعني كده، دي ما دي رحمه من ربنا بانه هو الصابون العادي او المعقم او المطهر بينتهي منه يعني. فانت لو لمسته في سطح معين وديت يدك على عينك على خشمك على وشك اي جهه نقلته لنفسك، طبعا لانه هو بدا يخش السيستم بتاع جسمك اللي هو ده طبيعي بينمو فيه وبينشف. تماما. طيب بنفس الاتجاه دكتور نعمان، نحن الكلام ده كله شان يعني بدات الحمله الاعلاميه منذ اكثر من شهرين، الناس يتكلم عن الاساسيات، التوعيه، التثقيف، الشراكه. نختم معك بجانب مهم جدا اللي هو في ظهرت في الفتره الاخيره وصمه وتمييز، حتى الناس يقول لك انه نسمع الحله الفلانيه. أيوة. شمال كده والكورونا والحله كده ظهروا، ما بعرف الواتساب طبعا ما شاء الله بيقول قاعدين يعني ما عندهم شغله وكده وعوضيه، ما علينا نقول الناس مؤجزين، فبس يمسك الشاي ويفكها والحله الفلانيه والغريه الفلانيه والشيخ الفلاني، فبنوع من الوصمه المرض ليس عيبا يعني، وكل ما وصلت انا وبادرت بجهات صحيه كل ما كان في علاج. وين المشكله؟ صحيح. أنا كبير اتكلمت لك على الحتة بتاعت نسبة الوفيات العالية عندنا. صح. نسبة الوفيات العالية عندنا أنا بعتقد إنها من الحاجة بتاعت الوصمة. يعني الناس بتخلي المريض في البيت لحد ما يصل مرحلة صعبة شديد، حتى بعد كده يودوه المستشفى أو إنه ممكن يموت يعني. وبيمشي حبة نزلة عادية ما متعودين أيوة. ونسبة الوفيات الكبيرة اللي حتى ما معلن عنها، لأنه لما يمشوا الواحد طلع له شهادة بتاعت وفاة بيقول إنه التهاب رئوي، احتمال كبير انه عنده كورونا. يعني احنا بتحطنا في حته الحته بتاعت انه انت خليت المريض ده فتره طويله قاعد وبيخالط وبيخالط ناس البيت وبيخالط الجيران وبيخالط ناس الحله وما بلغت ايوه وما مشى الحته المفروض يكون فيها عشان ياخذ العلاج اللازم، وبالتالي تكون نسبه الوفيات عاليه ونسبه الاختلاط عاليه، نسبه الاصابات عاليه ونسبه الاشتباه عاليه. يعني مش حكايه انه هو بس زول واحد وخلاص يعني. فالوصمة دي من الحاجات اللي احنا بندفع ثمنها حاليا يعني في نسبة الوفيات العالية. كمان المرض ده يعني زي اي مرض، زي اي وباء بيجي، زي السارز اللي كان قبل كده يعني، زي نزلات البرد اللي هي الناس كلها بتعاني منها. بقدر ما انه مثلا نسبة الوفيات هي قليلة في المرض ده، وبتعتمد على مناعتك، بتتعامل على وقايتك، على قعودك في البيت وعلى حاجات كثيرة، لكن في نفس الوقت ممكن كل بعض الناس قاتل اللي هو فئة معينة، الفئة اللي ما بتقدر ما عندها مناعة، عندها مشاكل العضالة، الأمراض العضالة، اللي هي الناس دي نحن قدر ما إنه أخرنا العلاج بتاعهم وقدر ما إنه وصمناهم وقدر ما إنه قلنا افتكرنا إنه الكورونا حاجة وصمة في المجتمع، إنه ده بيت الكورونا، ده الناس عندهم الكورونا، البيت اللي هناك بعد الكورونا أو مرض الكورونا أو كده، حتى دي حاجة عادية ممكن تحصل لي تحصل لك تحصل لأي زول. ما في إنسان محصن من الإصابة بالكورونا بأي شكل كان. سعدنا بوجودنا معاكم في المعلومات دي على عجالة، شكرا لوجودكم مرة ثانية. وصلنا لنهاية الفترة بتاعتنا العصر، بتكون كل يوم من داخل الاستوديو فترة العصر وفترة مسائية من خلال البيانات في الجهات الرسمية. شكرا مرة ثانية على وجودكم معنا، على تكبدكم من المشاكل، أنا أقول خليكم في البيت وأنتم موجودين في مواقع العمل تقدموا رسالة يعني. شكرا للسيد شرف الدين العوض. بس كلمة أخيرة، أنا بحب أوجه شكر قوي جدا للجيش الأبيض. الناس دي البرة في المستشفيات وفي عشانكم أنتم، ساعدوهم بالقعاد في البيت. شكر لجهات الشرطة، الارتكازات، الجيش، كل الناس اللي بتساهمنا تأمن الوضع الصحي بتاع السودان. شكرا لوزارة الصحة ولا تخطوهم، وشكرا للإعلام وزارة الصحة. أنا جاي منتظر الإعلام دي يعني. عايش الأخضر. شكرا لربك والجيش الأزرق والجيش الأخضر يعني. كان سند ممتاز حقيقي في التوعية بالمرض، ونتمنى انه ربنا سبحانه وتعالى نعدي ان شاء الله. شكرا لكل متطوع يعني. شكرا دكتور نعمان، شكرا تسلمي، شكرا شرف الدين العوض المدير التنفيذي
لغرفة طوارئ وعي السلوكي كورونا، وهو أخصائي أحياء دقيقة. وهذه الغرفة تأتي بالشراكة بين وزارة الصحة بولاية الخرطوم مع مركز المعلومات المعلوماتية والاستراتيجية بولاية الخرطوم. شكرا للدكتور نعمات الزبير بشير، وهي أخصائي نفسي وسلوكي والتوحد، وهي عضو في هذه الغرفة وأستاذ مشاري بجامعة الرباط الوطني. مشاهدينا في كل مكان، دي كانت رسالة. نذكروا دائما قدر ما الله أدانا نقعد في بطن بيتنا، ما نطلع بأي حال من الأحوال، وإذا كنا مضطرين خلال الساعات اللي فيها سماح في الحياة أو في أي مكان نتفادى التجمعات بأي حال من الأحوال، ونبعد على مسافة متر ونص أو مترين من أي شخص آخر، ونرتدي الكمامة، ونحاول كمان نرتدي القلفصات أو الجوينتات. تحية الصحة والعافية، والسودان بدون كورونا.